ناس قتلوا عمو متين هذا كسر ديالكم هذا ولا ديالنا ديالكم طلق لافا واعرين عليكم حنا انت باش واعر ما بغيتي قدام هاد الناس دابا نتكافحوا قدام هاد الناس وشوفوا شكون اللي واعر راني نغلبك باش تغلبني راني نغلبك تشهدوا فينا عباد الله ولا لا العربيه واعرين لا لا واعرين عليكم حنا المدينه واعرين عليكم انا نكسر لك الحجره واحد قادر ايه غنشير على بوك بهادي شاد فك رحمك الله ما جات شوك دي زرده سير لي راسك الشال انت سير لي راك شي مشي عليك واخا البطاطا ديال من دياركم الشرجل دياركم جلبانه دياركم البصله دياركم مطيشه دياركم اللفت الاحمر دياركم اللفت الاصفر دياركم اللفت المزغب اللفت المزغب ترى ويا ترى يوم كانت حياتي هكذا حقارة هم هم وبحال بحال هما جوج في الدنيا عاشوا وملوها هدي وساق الدنيا يبقى فيها سعدات سعدات لي بناساسو مع ناسو ولي انت يا الدنيا بركة لازمك فيهم تنوضي تسخري البنادر راه وقيدة السلام عليكم. محمد بوساتي فنان مسرحي فنان كوميدي في إطار مهرجان مزاغان في دورته الأولى بمدينة الجديدة وأنا لأول مرة كندير الحلقة. أنا كندير ديما مسرح ديال كندير الومان شاور بطبيعة الحال واليوم درت مسرح الشارع درت مسرح الحلقة ما بغيتش نديرو بداك مسرح الشارع يعني نقولوا العصري درت التقليدي حاولت درت تقليدي درت حاولت درت تقليدي باش نحاولوا نذكروا الناس بالحلقه وانا كنت باغي نشخص انا شخصت اليوم واحد المعلمه تاريخيه ديال الحلقه زعطوط انا شخصت زعطوط والصديق ديالي خليفه ولكن ان شاء الله دابا درنا كتجربه وكنظن احنا في البدايه ديال النجاح ديال باش نبقى ندير الحلقه في المهرجانات هكا نرجعوا شويه الذاكره ديال الحلقه ولهذا درناها في برنامج ديال هذا المهرجان هذا اللي مهرجان مزاغان في دورته الاولى اللي نظمته فيدراليه جمعيات المجتمع المدني بالمدينه الجديده فيدراليه الجمعيات مزاغان بالجديده درنا الدوره الاولى اللي فيها بيان سيغ فيها الحلقه وفيها مسرح الشارع فيها مسرح القاعات فيها الشطرنج فيها كره القدم فيها الشعر والزجال فيها الندوات فيها ورشات يعني البرنامج غني فيه كل شيء حتى ما هو اجتماعي درنا حتى واحد النهار ديال الصحه ديال قياس ديال الدم وداك الشيء الى اخره والسكريات والى اخره الحمد لله كنتمناو الدوره الاولى تعجب المدينه حنا الهدف عندنا هو الساكنه ديال الجديده تعجب المدينه باش ان شاء الله الدوره الثانيه نطوروها بالحلقه نيت وبمسرح الشارع وان شاء الله وغنزيدوا ان شاء الله الى هذا العام درنا 10 ايام العام الجاي نديروا 15 يوم لا طول الله العمر شكرا اشواق على الحضور ديالكم شكرا على الصحافه المحليه كامله اللي ساندتنا منذ البدايه ديال المهرجان يعني من قبل ما نبداو من البارح وكان واحد التكريم جميل البارح في الدوره الاولى كان واحد التكريم اللي فيه مديره ديال دار الشباب حمار الطواكي فيها المدير الاقليمي ديال الثقافه مدير الاقليمي ديال الشباب والرياضه وفيها السي ادريس حفاظ ديال فاعل جمعاوي انا مهرجان كاين اصلا مهرجان الحلقه في سيدي بنور انا في شهر نهار 26 شهر 5 غنبداو الدوره 12 في سيدي بنور مهرجان خاص بالحلقه ما كندوش حاجه اخرى غير الحلقه حنا كنحاولوا ما امكن نرجعوا التراث ديالنا يشوفوا ولادنا ما حنا شايفين الحلقه دابا ولادنا الصغار اللي ما عمرهم شافوا الحلقه هذاك الشيء علاش دابا حنا واحد المجموعه ديال الممثلين اللي اتفقنا باش نحاولوا ما امكن نعاودوا نحيوا الحلقه دابا انا بدايه مني انا جاوا بزاف واحد مجموعه ديال الفنانين الممثلين المسرحيين جاوا شافوا باش هما ياخذوا الفكره وغنبداو نديروا مره في المهرجانات نعاودوا نحيوا الحلقه هذا هو التصور اللي عندنا خاصه الحلقه نحن عندنا واحد بروجي حنا وصلنا لهم واحد بروجي للناس المسؤولين على واحد ساحه البريجه باش تكون فيها حلقه وغنتكلفوا بها حنا كجمعيات الناس كوميديا اللي عندنا تجربه كبيره اللي عندنا كبيره تجربه كبيره في الحلقه ونتمنى الله التيسير ان شاء الله لا شوف دير هذه
السلام عليكم، معكم بوغليم الجلالي، عضو في فرقة نسر كوميديا. اليوم حصلنا الشرف أننا نحيو واحد الظاهرة اللي هي الحلقة بمدينة الجديدة بهذه المناسبة ديال رمضانية مزاكا. صراحة عشنا لحظة جميلة مع الجمهور ديال مدينة الجديدة ولا زوار مدينة الجديدة هنا أمام المسرح عفيفي. الحلقة من أصعب الفنون في المغرب، وكحصل لي الشرف أنني نشارك مع الفنان محمد البوساتي في هاد الافتتاح لهذا المهرجان، وكنتمنى أنه يكون دخلنا واحد الفرحة والسرور على ساكنة مدينة الجديدة في هاد الأمسية الجميلة. صراحة الجمهور تفاعل مع العرض بشكل كبير، وخا سالينا العرض وبقى الناس متشوقه اننا نبقاو معاهم، وكانت الناس متشوقه انها تشوف الحلقه. الحلقه ما بغيناهاش تنضاتر، بغيناها تبقى، لان الحلقه موروث ثقافي، موروث ديال ساكنه المغرب بصفه عامه، والحلقه كبرنا معاها. فكنتمنوا ان الاجيال تبقى محتفظه على هذا التراث، تراث جميل، وهذا الشيء اللي كاين صراحه. صراحه احساس جميل، وخا صعيب انك تكون كتتزاول الموسيقى وتزاول المسرح في نفس الوقت، ولكن مع التجربه ديال الخشبه والتجربه ديال الجمهور في الاعراس ولا في الحفلات، خلتنا اننا نكون هذا الشيء يعني شويه ساهل رغم الصعوبه ديالها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.